أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مراكز وأبحاث. موجودين النهاردة داخل معمل مركزي لتحليل المتبقيات المبيدات، وتحديدا من داخل قسم الميكروبيولوجي. هنتعرف النهاردة على هذا القسم والدور المنوط به، إزاي بيتم دخول العينات وإزاي بيتم تحليلها، وأيضا فيما يتعلق بالاعتماد. تابعونا في هذه الحلقة وما تروحوش في أي مكان. أعزائي المشاهدين، برحب بكم وشرفني في هذا اللقاء دكتور محمد عبد الحكيم كيلاني، نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. في البداية لو احنا هنتكلم عن قسم الميكروبيولوجي والدور المنوط به. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الميكروبيولوجي هو موجود هنا فعليا من سنة 97، كان موجود في المبنى الرئيسي، وانتقلنا للمبنى هنا الاكستنشن بتاع المعمل من سنة 2014. دور المعمل هو دور خدمي هدفه تحليل للجهات الرقابية الموجودة في مصر، اللي هي بتمثلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأيضا العملاء اللي ممكن يكونوا بيحتاجوا للخدمات التحليلية لإجراء عمليات التصدير أو بعض الرقابة على المنتجات اللي هم بينزلوها للأسواق المصرية. المعمل برضو ليه دور في عملية التقصي للمنتجات اللي موجودة في الأسواق طبقا لبعض الخطط الموضوعة مسبقا من قبل الوزارة. طب دكتور محمد، لو هنتكلم عن أبرز العينات اللي بتشتغلوا عليها هنا في القسم. القسم الميكروبيولوجي بيستقبل جميع أنواع المنتجات أو الأنواع العينات اللي ممكن تكون موجودة بصورة رو، ما فيش أي حدود معينة. يعني بنستقبل المنتجات ذات أصل نباتي، منتجات ذات أصل حيواني، البروسيسد فود برضو، بجانب أنواع المياه المختلفة، إيريجيشن ووتر المياه الري، الدرينكينج ووتر مياه الشرب، وبرضو الأنواع المياه التانية زي السويمينج بول أو الكولينج تاور، حمام السباحة أو ما إلى ذلك. مظبوط. طيب تمام، احنا عايزين نتكلم كده، العينة اول ما بتيجي عندكم القسم هنا ايه المراحل اللي بتمر بيها؟ طبقا لاشتراطات الاعتماد المعمل هنا معمل معتمد طبقا لمواصفة 17025، فلازم يبقى فيه نظام لعملية الكودينج والتريسابيليتي او عملية التكويد وتتبع العينة. الحاجة التانية، لازم يكون العينة بتدخل بكود غير معلوم للعاملين في المعمل أو الباحثين الموجودين لضمان عملية الحيادية والسرية، وبالتالي بيتم تكويد المعمل بتكويد العينات في قسم الاستقبال. بترسل العينة مباشرة لقسم الميكروبيولوجي، لأن لازم يتم فتح العينة والتعامل معها في ظروف أسيبت كونديشن أو ظروف من الحفاظ على الستريليتي بكود، ولا يتم التعامل مع العينة بأي اسم من أسماء الكاستمرز اللي بيسلموا العينة. يعني أنا العينة بتجيلي عبارة عن رقم أو كود، لكن ما عرفش ولا شركة ولا ما إلى ذلك. مظبوط. طب لو هنتكلم يا دكتور عن أهمية موضوع الحيادية والشفافية فيما يتعلق بكون العينات مجهلة، وده بينعكس إزاي على السمعة بتاعت المنتج اللي عندي؟ دي من اهم الـ requirements او اهم المتطلبات اللي موجوده في كمتطلب من متطلبات الحصول على الاعتماد، موجوده في صداره المواصفه 17025، الحفاظ على الحياديه بالنسبه للعاملين اللي موجودين، وبالتالي لا يتم ممارسه اي ضغوط على العاملين عشان يحصل عملية الريبورتنج بنتيجة بشكل معين، أو أن يكون أحد العاملين على علاقة بالكاستمر أو أي حد بيسلم العينة. الحاجة الثانية، الحفاظ على سرية النتائج الخاصة بالعميل. لازم العميل يبقى على علم تام أن نتائج العينات بتاعته هي محافظ على سريتها ولا يتم الإفصاح عليها مطلقا. طيب لو هنتكلم عن أهم التحاليل اللي بتقوموا بيها في القسم هنا. عدد كبير من التحاليل اللي بتقدم، ومعظم التحاليل اللي بنقدمها هي تحاليل معتمدة، وزي ما وضحت لحضرتك ان المنتجات اللي احنا بنحللها سواء كانت أغذية او كانت مياه او كانت عينات بيئية ممكن تكون من اسطح الملامسة للمنتج او عملية خطوط الانتاج او ايدين العمال فود هاندلرز اللي بيتعاملوا مع المنتج، دي بنسميها environmental sample، بجانب مياه الشرب ومياه الري وجميع انواع الأغذية المختلفة. عملية التحليل بتتراوح ما بين
بعض البارامترز اللي ممكن تدي انديكيشن للهيجين بتاع المنتج زي التوتال بليت كاونت، الانتيروباكتريسي، بعض الحاجات التانية ممكن زي الكوليفورم والايكولاي، في بعض الباثوجين اللي هو ما ينفعش تكون موجوده في المنتج زي السالمونيلا والشيجا توكسين برودوسنج ايكولاي، الكوليستريديم بوتسولينم والفيبريو والليستيريا مونوسيتوجين. يعني بنتكلم فرنج اكتر من 45 نوع من انواع المايكرو اورجانيزم في الاغذيه وزيهم تقريبا في الميه، ومعظم البارامترز دي بتكون معتمده. بجانب برضو في مجال تاني اللي هو الفيرولوجي او الفود فيروسز اللي ممكن تكون مرتبطه بالكونتامينيشن للاغذيه، ودي من احد المتطلبات لعمليه التصدير، خلو المنتجات اللي ممكن يكون فيها عمليه هاندلنج من المصنعين، خلوها من الفود فيروس زي الهيباتيتس اي فيروس والنورو فيروس. وبرضه بنقدم خدمه تحليليه للاغذيه المعدله وراثيا اللي هي جيناتيك موديفايد فود او جيناتيك موديفايد اورجانيزم. والمجال اللي بعديه اللي هو الادلتريشن، او ان ممكن يحدث بعض خلط للاغذيه ببعض الحاجات اللي ممكن مش ما يحبس تواجدها، زي ممكن يحصل خلط بعض اللحوم بلحوم من الفصيلة الخيلية، أو أن يكون في وجود للبورساين أو البورك بدون الإفصاح عن الكونستيتوانس بتاعت المنتج. طب لو هنتكلم عن جزئية برضو، جزئية المواصفات القياسية، مين اللي بيحط المواصفات دي؟ قبل وجود هيئة القومية لسلامة الغذاء اللي هي Egyptian National Food Safety Authority، كانت الهيئة العامة للمواصفات والجودة اللي هي EOS هي اللي كانت الجهة، وما زالت في بعض الأمور الخاصة بالأغذية وغير الأغذية. ولكن بعد وجود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقى في legislation أو في فعلا تشريعات تخص جانب الميكروبيولوجي، وأصدروا من عدد من السنوات فعلا تشريع خاص بالميكروبيولوجي يشمل جميع انواع المنتجات الخاصه بالاغذيه، وايه المايكرو اورجانيزم اللي ما ينفعش تتواجد فيها، والحدود لو في سماحيه لبعض المايكرو اورجانيزم ايه هي الحدود المسموح بيها، وكمان خطه سحب العينات، كم عينه يجب ان يتم سحبها من المنتج لاثبات ان هو منتج مطابق او غير مطابق. طبعا في جزئيه برضه عايزين نتكلم عنها، موضوع الوفاء بمتطلبات التصدير، انا دوري هنا ايه بالظبط في ما يتعلق بالعمليه التصديريه؟ بيحصل عمليه دعم للمصدرين من ناحيه التوافق مع متطلباتهم، احنا مش جهه في الناحيه دي، مش جهه رقابيه، ولكن المصدرين بييجوا للمعمل طواعيه بيطلبوا عدد من التحاليل طبقا لاشتراطات البلد اللي هم بيصدروا ليها، وبالتالي البلد اللي هي بيتم التصدير ليها. مظبوط يا فندم. وبالتالي الريكويرمنتس هتختلف طبعا من دوله لدوله. اللي بيحددها بالنسبه لنا هو الكاستمر اللي بيقوم بعمليه التصدير، وبالتالي دورنا كمعمل هو توفير كل الخدمات التحليليه، حتى لو حاجه جديده احنا مش بنعملها لو طلبت مننا بنقدر ان احنا نوفرها بحيث ان كل الخدمات التحليليه تكون موجوده. طيب احنا طبعا بما اننا موجودين دلوقتي داخل القسم موجودين، عايزين نشوف ايه اهم الاجهزه وابرز الاجهزه اللي بيتم استخدامها هنا موجودين عندنا في القسم. ابرز الاجهزه طبعا بقى عندنا عدد من الاجهزه، مش جهاز واحد، يعني يمكن في المعمل في بدايه المعمل كان ممكن عندنا نسخه واحده من كل جهاز، ولكن دلوقتي الموضوع تطور ان بقى مع زياده عدد العينات وزياده الانشطه بقى في توسع فعلا، فعدد من الحضانات اللي تتجاوز 12 حضان، سعة اللترية بتاعتهم كبيرة جدا. الأوتوكليف أو الأجهزة الخاصة بعملية التعقيم والإعدام أكتر من 5 أجهزة. في لايف ليزر الحفظ السلالات المرجعية 80 تحت الصفر أو ماينس 80، هدفه الحفاظ على السلالات المرجعية اللي احنا بنستخدمها للتحقق من صحة القياس وتدريب الأفراد والتحقق من الطرق المستخدمة. دي من أحد طبعا المتطلبات اللي الاعتماد برضو. في لايف ليزر للتعامل مع السلالات المرجعية وتحويلها في صورة يمكن الحفاظ عليها لسنوات طويلة. الريال تايم بي سي ار والبي سي ار، عدد الريال تايم بي سي ار حاليا هو 5 اجهزه. الريال تايم بي سي ار بيهدف الى تقليل الوقت
التحليل، لان في الطرق اللي بنسميها الكلاسيكال مايكروبيولوجي او المايكروبيولوجي الطرق التقليديه، موضوع ممكن يوصل في بعض انواع التحاليل لخمس وست ايام، ممكن بيحصل ريدكشن لوقت التحليل ليوم ونص او يومين، والنتيجه ممكن تصدر باستخدام الريال تايم بي سي ار. طيب تمام. اعزائي المشاهدين، طبعا هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، مكملين معاكم بعد هذا الفاصل. مشرفنا في هذا اللقاء دكتور محمد عبد الحكيم كلاني، نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. كنا عايزين نتكلم عن جزئية مهمة جدا، وإزاي أن أنا أواكب اللي بيحصل حواليا من تطورات، وأيضا وجود قواعد البيانات، وإزاي أن أنا أبقى up to date باللي بيحصل حواليا. بالنسبة لقواعد البيانات، هو فعلا المعمل محتفظ بنتائج موجودة من سنين طويلة، والنتائج دي فعلا ممكن يتم استخدامها لإجراء دراسات زي تحليل المخاطر ريسك أناليسيز وريسك أسيسمنت فيما يخص الميكروبيولوجي. ده ممكن يتم بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. بالنسبة للتعاون مع الجهات المختلفة، تعاون مع أجهزة الاعتماد، احنا معتمدين من جهاز الاعتماد الفنلندي وجهاز الاعتماد الأمريكي وجهاز الاعتماد المصري، ثلاث أجهزة اعتماد، بجانب ان احنا حاصلين على السيرتيفيكيشن في مواصفات خاصة بالصحة والسلامة المهنية والبيئة. على المجال الثاني بالنسبة لقسم الميكروبيولوجي، فاحنا متواصلين وفي تعاون مستمر مع الريفرنس لابوراتوري، الاوروبيان ريفرنس لابوراتوري فور اي كولاي اللي هو المعمل المرجعي الاوروبي. بنحصل سنويا على دورات تدريبيه سواء اونلاين او فيزيكال، بتتم في عدد من السنوات تمت هناك مشاركه في الانيوال وركشوب اللي بيتم للدول الاوروبيه. في بعض الاحيان بيتم الاستعانه بدول من خارج الاتحاد الاوروبي، الاهتمام لان مصر ممكن تكون شريك اساسي معهم في عملية التصدير للأسواق الأوروبية. بيتم رفع كفاءة المعمل من خلال مشاركات مستمرة في البروفيشنسي تيست مع المعمل المرجعي الأوروبي والتدريب بصورة دورية. طيب أكيد الأبحاث اللي احنا بنعملها هنا كلها أبحاث تطبيقية، يعني عايزين نتكلم عن أهم الأبحاث الموجودة هنا عندنا في قسم الميكروبيولوجي. بحكم أن المعمل بيقدم خدمات، ولكن على الناحية الثانية هو يتبع مركز البحوث الزراعية، وبالتالي معظم العاملين بيعملوا بالناحية الجانب البحثي. ده بيعني ان مطلوب منهم بصورة مستمرة اجراء الابحاث لعملية الترقية، وطبيعة الحال انه لازم يبقى فيه عملية بحث برضو علمي، وده بيتم فعلا بصورة دورية، بجانب ان في دورات تدريبية بتتم على مدار السنة اكتر من مرة، وفي اشراف على المشاريع البحثية الخاصة ببعض الكليات العملية زي جامعة اكتوبر للعلوم والاداب اللي هي MSA. بيقوم الطلاب بإجراء المشاريع البحثية سواء الجانب العملي كاملا أو كتابة الثيسز الخاصة بيهم بعد إجراء النقاط البحثية اللي بيقوموا بيها. تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي جزء بحثي وجزء ايضا فيما يتعلق، لان اي بحث علمي بيبقى معتمد على الكوادر البشرية. أهمية ان انا يبقى عندي كوادر بشرية مدربة، ده أساس. وجود الأجهزة لوحده طبعا والإنفراستراكشن غير كافي لإجراء أبحاث موثوق فيها أو فيها جزء من الريليابيليتي. جزء الأفراد وتدريب الأفراد والتدريب المستمر ومراقبة الكفاءة الأفراد بصورة دورية، ده من أهم البنود اللي موجودة في المواصفة اللي احنا معتمدين طبقا ليها. وبالتالي في معايير محطوطة ازاي ان الافراد يتم تدريبهم سنويا، الافراد الجدد اللي ممكن ينضموا للمعمل لازم يمروا على برنامج تدريبي نظري وعملي بصورة كبيرة قبل ما يسمح لهم باجراء الاختبارات. والناحية الثانية في مراقبة لكفاءة العاملين، ودي بتتم فنيا ازاي عملية الهاندلينج وازاي عملية اجراء الاناليسز المختلفة تتم وفقا لكريتيريا محطوطة مسبقا. طيب اهمية الاعتماد بقى. اهمية الاعتماد يعني ليه اهمية كبيرة جدا في اعطاء الكونفيدنس للنتائج اللي طالعة من المعمل.
الناحية التانية هو الاعتراف المتبادل من أجهزة الاعتماد ببعضها البعض، وبالتالي الموضوع بيدي نفاذية للسيرتيفيكت اوف اناليسيس اللي طالع من معمل معتمد في أي مكان في العالم. لو حصل إن بيتم التصدير لأي دولة تانية، وجود الشهادة اللي موجود عليها شعار الاعتماد من أحد أجهزة الاعتماد المعترف بيها واللي ماضية على مذكرة تفاهم ما بين أجهزة الاعتماد وبعضها البعض، بيحصل إن بيتم قبول المنتجات دي بدون بنسب كبيره بدون الاحتياج لعمليه تحليلها مره اخرى. يعني بيبقى في مصداقيه من خلال الاعتماد بقى عندي دلوقتي، ان انا بساعد حتى المنتجات المصريه انها تتوسع ويبقى في اسواق اكتر للمنتجات المصريه. طبعا دي من اهم المتطلبات بالنسبه للمستوردين او الدول اللي بتستورد، هي وجود معامل معتمده بيتم فيها اجراء التحاليل قبل ما يتم عمليه التصدير. دكتور محمد عبد الحكيم انا بشكرك شكرا جزيلا، مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا في قسم الميكروبيولوجي ازاي ان انا في القسم هنا بقدر ان انا بيدخل عندي العينات، بيبقى في تحليل العينه عندي، عينه مجهله عباره عن كود بتخش وبالتالي بيتم عمليه التحليل عندي، وبيبقى عندي شهاده زي ما انتم شايفين كده بتساعد في عمليه التصدير، مقدر من خلالها ان انا اتوسع في الاسواق التصديريه وتدي مصداقيه للمنتج المصري. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكركم وبشكر فريق العمل، وعلى وعد باللقاء وحلقه جديده من برنامجكم مراكز وابحاث.